وانت رئيس ديال جماعه عين حروده، علاش هاد الناس ما لقيتيش لهم الحل؟ واليوم حنا كفعاليه مجتمع مدني ياك تجيو تخرجوا تبداو تهينوا فينا، وانتوما شتوا عضو نائب رئيس مجلس عماله المحمديه كيفاش دفعني؟ علاش؟ حيت الحقائق ما بغوناش نقولوها للسكينه، بالله عليكم ماذا ستنتظر السكينه من رجل سياسي كيدفع مواطن وكيضربوا امام الملع؟ كانت مفاجاه عليك هذيك الدفعه؟ انا تفاجات، انا تفاجات اول حاجه انا من بين الناس، هذاك السيد كدبه انا ما غنعايروش، يكون مستشار جماعي او نائب رئيس مجلس العماله كما كيدعي هو، بحال هذا النوع، هما اللي هضر عليهم سيدنا. سيدنا حنا راه كشباب قالنا نوضوا شاركوا في الحياه المدنيه والسياسيه ديال بلادكم. هذه القضيه دابا القضيه القضاء بيناتنا. نعم. يعني السكينه كامله شاهده. الاعلام راه صور داك الشيء بالمباشر. قبل ما سيد درنا مقرر، انا ولد حربيلي ومقصي حتى انا من السكن، ودرنا مقرر صالح السكينه، مقرر قدمنا ملتمس لرئيس الحكومه، وزاره السكنه، وزاره الداخليه، صندوق ايداع والتدبير، كل شيء درنا ملتمسات. اليوم الاخوان، بعض الاخوان ما بغاوش يخلونا نمشيو في التوجه، ومشينا في التوجه، درنا مقرر ملتمس لجميع الجهات، والاخوان اللي عندهم احزاب السياسيه ديالهم اللي كيشرفوا على رئاسه الحكومه ياخذوا المقرر، ياخذوا المقرر ديال المجلس يمشيو يدافعوا عليه على السكينه المقصيه. هاد السكينه راه باغا تسكن في عين حروده، وانا 7 سنين وانا كندافع على الدواور هادو وباقي، وهاد الناس هادو، هاد الناس كلهم ساكن بوسطاء، ما عارفينش البير شكون اللي قساهم، عارفين القصه اللي قساهم هما الناس اللي وقعوا عليهم، الناس اللي مشاو الناس اللي سناو في 2006 وفي 2008 وفي 2014 وفي 2015 وفي 2016، هادو هما اللي قساو حربيلي، وهادو هما اللي قساو المرجع، وهادو هما اللي قساو حرودات، وهادو هما اللي قساو ولاد الملك، هاد الناس هما اللي قساو. حنا مع الدوار وغادي ندافعوا الدوار مهما كان الامر. اشرح لينا هاد الجمله ديال ارحل اللي سمعناها دابا، واش ارحل؟ شوف لا ما غضبتني والو، بالعكس انا في نظري العكس، لوبي بعض الجهات كتحركهم معروفين كيديروا المعارضه بين قوسين في الجماعه وكيحركهم تماك. انا حنا من الدوار وكندافع على الدوار وغنبقى ندافع على الدوار دائما، وكيعرفوني الناس كاملين، انا ما عمري شي واحد من الدوار تخليت عليه. برافو سعيد، الناس جيو
جيو عندي انا واحد بواحد وكندير معاهم اجتماعات يوميا، وانا ديما نعمر الدوار دائما كنعمر الدوار. خاص خدمات الدوره اليوم، دورات خدمات بملتمس مقرر ملتمس الى الجهات المعنيه، كاين رئيس الحكومه، وزاره الداخليه، وزاره السكنه، صندوق إدعاء والتدبير، السيد الوالي، السيد العامل، هاد كل المصالح درنا لهم مقررات ملتمسات غادي يمشيو ان شاء الله، غادي يوجهوا لهم غدا يصرحوا ان شاء الله عندهم مقررات المجلس. وهذوك الاخوه اللي كيدافعوا يقول لك حقه بين قوسين، هم المقررات يدافعوا عليهم، عنده رئيس الحكومه ديالو، كاين اللي عندهم وزراء يمشيو يدافعوا عليهم. حنا درنا اللي خصو الدار، اللي ما عمرو داروا شي جامعه في عين حروده. هذا علاش بفضل الاخوان ديال حربيلي المقصيين درنا هذا الملتمس ودرنا هذا المقرر. ساعتين وحنا كنتحاوروا مع الاخوان ما بغاوناش نديروا المقرر، ما بغاوناش نديروه. واخا واحد السؤال مهم، قبل قليل درنا واحد الحوار مع الجيران الرئيس الاسبق وقال لنا هذا المشكل هذا كون كنت انا في الرئاسه راه بامكاني نحلو. الله اكبر، الله اكبر، 20 عام هو رئيس الدار، 20 عام لا أرضي مقترحات، كان هدوش الخاوي، كان هدوش العامر، ولكن في نفس الوقت قالك انتما برمجتوا يعني واحد الارضيه بالنسبه للمقبره، يعني حيدناها شيك هضره، حيدناها 20 هكتار، خليناها للدواور المقصيه، خليناها سحبناها هذيك. حنا ما عندنا ما نديروا بالمقبره، خصنا الاحياء، ما خصناش الاموات، خصنا الاحياء. اذا حنا في هذه النقطه هذه حيدنا هذه النقطه وخلينا كل شيء ما كيرمي صالحات الساكنه بانهم يسكنوا في عين حروده، وانا منهم غنسكن في عين حروده وغنبقى ندافع على الملف الى اخر رمه. السلام عليكم يا انا عشره حربيلي الغازي حموري، ما غنقولش انا مستشار، انا مناضل في هذا الملف ونتحدى اي واحد كيما يكون نوعه برلماني وكيل لائحه جديده تعزم معاه. كنقول لكم الحقيقه، سعيد تومي اللي كتقول لي ارحل، ها المحضر ديالو ها هو مسيني فينا من اجل ادماج حربيلي. هو 31 ماي من اللي عارفه مزيان، برافو عليكم. المجلس كله دار لكم ملتمس، انتوما كاين واحد اتفاقيه في 2018 اياه، ماشي قران منزل، ولكن غنقول لك الحقيقه. واسمع الحقيقه اخويا، واسمع الحقيقه، قبل ما باش نمسحوا وخليني نهضر باش نعرف الحقيقه. اليوم الجماعات في المشكل ديال السكن راه ما كيعملوا حتى حاجه، راه ما يكذبوش عليكم، ولكن الملتمسات حنا كنديرهم. عاونونا رئيس حكومه الجلسي سومي، رئيس حكومه هو رئيس المجلس الاداري ديال لا سي دي جي بقوه القانون، ولا سي دي جي هي اللي عندها الاشراف الفعلي ديال مشروع مدينه ذات رجده بالفلوس، هي الذراع المالي ديال المملكه المغربيه الحبيبه. عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. وهذا مشروع ملكي، مشروع ديال سيدنا، بغينا ليه النجاح. انتوما الاقصاء تاريخي، الضربه قديمه معارضه، باغي نعالجوها. الناس ما يشدوش المعارضه الديموغاجي ويديروا الجيش ويقولوا واحد اللي هو معاهم ولد دربهم يقول لي ارحل، انت تقول لي ارحل. كاينه اتفاقيه ولائيه عند الوالي مع مديريه وزاره السكنه، حنا صوتنا اليوم بالتماس باش عطونا عقارات، واحد لان بقى وثيقه التعمير بعيده حتى 2015 2025، واللي عطيونا بواحد اتفاقيه ديال التمويل مع مديريه وزاره السكنه مع ادماج السكن والعمران، على الاقل على الاقل نشوفوا لاكسيسوار سوين برانسيبال بحال كيما مشى الشابو والمرجب وش الشلالات على الاقل. لان انيا وما نكذبش عليكم، انيا في 2018 انتوما في البدر، انتوما برسم اتفاقيه ولائيه، ولكن حنا معاكم باش صوتنا مع صوتكم باش نديروا ترافع مؤسساتي بتوقيعات فوقيه، ماشي هنا في الجامعه، ناخذوا ملتمس وما غندخلوش في التاريخ شو قساكم، ما غندخلوش في التاريخ شو قساكم. انا عارف شو قساكم، حنا كمجتمع مدني تنستنكروا ترحيل حربيلي من داخل الوعاء العقاري مدينة زلات الجديدة، ولكن بسبب واحد، ولكن اسمحوا لي، الله
يرحم لكم، ولكن بشرط واحد، السبب في الاقصاء ديال الحربيلي والمرجا والشابو واحد والشابو جوج وبسروج وبيكيني واحد وبيكيني جوج ولاد مالك حروضات هو المجلس السابق. علاش؟ وهذا المجلس السابق اسمحوا لي للتوضيح، للتوضيح وشهادة حق بناتي في احدى الدورات بالمجلس السابق كان برلماني جا قال لي السي سعيد راه انت خارج الوعاء العقاري، راك خارج الوعاء العقاري ياك، وفي من تما تما الاخوان ديال الحربي اللي سمعوا شهاده حق انا ولد دوار الحجر وحضرت الدوره الاستثنائيه، هذا الشيء ما تكونش معايا الناس والسياسيه فهاد المنبر. سمحوا لي سمحوا لي الله يجزيكم بخير، سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي الملف ديال السكن، ما تكونش مزايدات على الارامل والمطلقات، ما تكونش مزايدات على الناس الضعاف، اننا الملف خاصنا نقولوا كلنا زناته، كلنا لا للاقصاء ثم لا للاقصاء، ولكن بشرط واحد ما تكونش مزايدات سياسيه. فبعض الناس هنا تتسينوا نهار 21 في الشهر من اجل ملف ديال النقد من اجل الرئيس، والرئيس ديال المجلس البلدي اليوم حنا ناضلنا من اجل التغيير في عهد السي محمد الهشاني، اليوم ملف التغيير خاصو يمشي خاصو يمشي، وللدفاع على حق الساكنه. اسمح لي نتكلم، عندي حق نتكلم كمتابع مدني.